احنا بس بنراجع مراجعة للي ما كانش موجود معانا في المرات اللي فاتت. احنا الموضوع بتاعنا عن طقوس الكنيسة، وبدأنا بطقس رفع البخور باكر وعشية، ودي يعني الحلقة رقم 3 بنعمة ربنا الأخيرة في رفع بخور باكر وعشية في سلسلة طقس رفع البخور. فللي ما حضرش المرات اللي فاتت يعني هنراجع مراجعة سريعة كده، بس مجرد ايه يعني عناوين، بس الشرح كله هيبقى موجود في المرات اللي فاتت عشان بس واحنا بنكمل نبقى عارفين احنا وقفنا فين وايه اللي بقى لنا، وربنا يدينا نعمة وناخد بركة طقس رفع البخور. اتكلمنا في المرة الأولى في اللي سواء في الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية يعني عن الليتورجية اليومية في الكنيسة، وقلنا إن الليتورجية اليومية في الكنيسة بتمر بعدة صلوات، والصلوات دي كلها بتبقى زي خطوات بتنتهي في الآخر بالقداس الإلهي. قلنا بتبتدي الأول بتسبحة عشية، وبعد كده رفع بخور عشية، وبعد كده تسبحة نص الليل، وبعد كده تسبحة باكر، وبعد كده رفع بخور باكر، وبعد كده القداس الإلهي. ده ترتيب الصلوات اللي بتمشي بيها الكنيسة لغاية لما بنوصل للقداس الليتورجية، سواء صلوات صباحية أو مسائية، كلها مع بعض توصلنا في الآخر للقداس. واتكلمنا عن أهمية البخور في الكنيسة، وقلنا البخور كان موجود في كل العبادات حتى من العهد القديم موجود في العهد الجديد، وأهمية البخور إن البخور بياخد مضمون الخدمة والصلوات بتاعتها كلها وبيرفعها قدام الله، والبخور بيبقى رمز للذبيحة. عشان كده الكنيسة لما بتصلي في رفع البخور ده رمز لذبيحة القداس اللي هيتعمل في القداس. وقلنا إن البخور في الكنيسة بيتقدم، كان في العهد القديم كان في مذبحين لتقديم الذبائح في خيمة الاجتماع، مذبح النحاس وده كان يتقدم عليه الذبائح، ومذبح البخور يتقدم عليه البخور، مذبح النحاس في الدار الخارجية زي ما انتم شايفين في الصورة، ومذبح البخور كان جوه في القدس قدام قدس الأقداس. وقلنا إن المذبحين بيرمزوا ليهم عمل يعني ليهم طابع رمزي، بيرمزوا لشخص السيد المسيح. مذبح النحاس يرمز للمسيح المتألم في الجسد النار منتقدة عليه، ومذبح البخور يرمز للمسيح في مجده. إنما في العهد الجديد المذبحين بقى واحد، هو مذبح واحد يتقدم عليه الذبيحة ويتقدم عليه البخور، والبخور هو رمز للذبيحة. وابتدينا نخش في طقس وترتيب العشية وباكر، وقلنا إن طقس عشية في رفع بخور عشية بيبتدي بصلوات افتتاحية. صلوات الافتتاحية دي عبارة عن المزامير ويليها الإبصالمودية، وبعد كده ترتيب رفع البخور. المزامير اللي هي مزامير التسعة والغروب والنوم، وقلنا ليه بنصلي التسعة، وبعد ما بنصلي المزامير بنبتدي الأبصالمودية، والأبصالمودية اللي هي تسبيحة العشية. بتبتدي الأبصالمودية بالمزمور 116: سبحوا الله يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. وبعد المزمور 116 صلي الكنيسة الهوس الرابع، وبعد الهوس الرابع في حاجة اسمها الإبصالية، وبعدها في أوتوكية. قلنا إبصالية يعني ترتيلة، والترتيلة دي خاصة باسم ربنا يسوع المسيح، ويلي الإبصالية الثيوتوكية اللي هو تمجيد لوالدة الإله. الثيوتوكية كلها بتتكلم عن العذراء وعن سر التجسد. والإبصالية والثيوتوكية بيكونوا بتوع اليوم اللي بتتصلى فيه تسبيحة العشية، مش بتوع اليوم التالي، لأن صلوات رفع بخور عشية بتبقى تابعة لليوم اللي جاي اللي وراه. إنما في تسبيحة عشية الإبصالية والثيوتوكية بيكونوا بتوع اليوم الحالي، يعني مثلا بنعمل تسبيحة عشية يوم السبت بالليل، فالإبصالية والثيوتوكية بيكونوا بتوع يوم السبت. وبعد ما نخلص الثيوتوكية في بعدها تفسير الثيوتوكية اللي هو احنا بنسميه الشمس، اللي كانوا يقولوا الشيرات، لانه بيبتدي دايما التفسير كل جمله في التفسير بشيري شيري شيري، فبيسموها الشيرات يعني. بعد تفسير الثيوتوكيات بيتقال الدفنار بتاع اليوم التالي، يعني لو بنصلي تسبيحة عشية الحد يتقال دفنار يوم الحد واحنا بنصلي السبت بالليل، وبعد كده ختام الثيوتوكيات. ده الجزء الثاني من صلوات الافتتاحيه. صلوات الافتتاحيه احنا قلنا المزامير والابصالموديه. بعد كده تبتدي صلوات رفع البخور سواء عشية أو باكر، مش هنتكلم بالتفصيل لكن بنقول العناوين بس. بتبتدي صلوات رفع البخور دايما بصلاة الشكر، وصلاة الشكر اتكلمنا فيها ازاي ان الكاهن بيسجد قدام الهيكل وبيستغفر الكهنة اللي معاه وبيسجد قدام الشعب ويطلب المغفرة قبل ما يبتدي الصلاة،
واتكلمنا ليه بيبوس ستر الهيكل وبيعمل مطانية، وابتدي يصلي صلاة الشكر، واتكلمنا عن صلاة الشكر والمردات اللي بيردها الشماس، وإيه المعنى المردات اللي بيقولها الشماس، وصلاة الشكر بيقف فيها رشومات الكاهن بيرشم عن نفسه وعن الشعب وعن الذبيحة. اتكلمنا عن ده كله. وبعد ما تنتهي صلاة الشكر يبتدي الكاهن بيعمل دورة البخور، رفع بخور عشية وبكر، فيه دورتين بخور، واحدة جوه الهيكل والتانية جوه في صحن الكنيسة. فبعد صلاة الشكر يتعمل دورة البخور جوه الهيكل، واتكلمنا عنها بكل تفاصيلها وترتيبها وخطوط السير بيمشوا ازاي زي ما باين قدامنا في الصورة، والأواشي اللي بيقولها أبونا سرا وبيردها على الشماس سرا، وإيه معاني الأواشي ويعني الغرض منها إيه في الوقت ده. وبعد ما بيخلص دورة البخور بيطلع بيدي بخور في الأربع اتجاهات قدام باب الهيكل. وبعد كده دخلنا في الأواشي، إن في ثلاث أواشي كبار بتتصلى في الكنيسة، وشية الراقدين بتتصلى في رفع بخور عشية، وشية المرضى وشية المسافرين تتقال في رفع بخور باكر. قلنا وشية الراقدين ليها معاني جميلة جدا، واتكلمنا عن التأملات والمعاني اللي فيها، وليه الكنيسة بتصلي على المرضى على المنتقلين، قلنا المعاني بتاعتها ليه، وقلنا إنها بتصلي في العشية، ده رمز لغروب شمس الحياة، إن حياتنا بتنتهي، فالكنيسة بتفكرنا بالتوبة، إن إحنا أيامنا هتنتهي على الأرض. وفي باكر الكنيسة تصلي وشية المرضى والمسافرين في جميع أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد. السبت بنصلي أشية الراقدين الصبح، لأن السبت ده بيفكرنا بيوم سبت الفرح، إن المسيح كان لسه في فجر السبت كان لسه في القبر، فالكنيسة تصلي أشية الراقدين تقول إن هو كان لسه في القبر في الوقت كان لسه ما قامش من الأموات. بقية أيام الأسبوع الكنيسة تصلي أشية المرضى وأشية المسافرين. وقلنا إن رفع بخور باكر كان ليه دور تعليمي في الكنيسة، كان طقس كده مستقل ومهم جداً، ما كانش بالضرورة كان يبقى كل يوم فيه قداس، لكن كان لازم كل يوم يكون فيه رفع بخور. وكانت قوانين الرسل بتقول للناس كلها لازم تروح الكنيسة باكر عشان تتعلم من الكنيسة وتاخد منها فيض الروح القدس. ورفع بخور باكر قلنا زمان كان في الطقس القديم أو في تاريخ الطقس، كان بيبقى فيه فصول من العهد القديم بتتقرأ، زائد نص الفصل الإنجيلي اللي بيتقرأ من العهد الجديد. ويمكن الطقس ده مازال موجود في رفع بخور باكر في الصوم الكبير، لما تيجي تحضر في رفع بخور باكر في الصوم الكبير بتلاقي النبوات، نيجي نحضر النبوات ويتقفل ستر الهيكل وبعد كده بيتقرا الانجيل من العهد الجديد. فعشان كده فبيصلوا المرضى والمسافرين ليه؟ لان كل الناس كانت تروح الكنيسه عشان تتعلم في رفع بخور باكر حتى لو ما فيش قداس. اللي ما كانوش يقدروا يروحوا بس في باكر هم المرضى العيانين اللي ما قدروش يروحوا بس، فالكنيسة تقوم تصلي وشية للمرضى عشان الناس اللي ما قدرتش تيجي تحضر رفع بخور باكر، وتروح مصلية بعد المرضى المسافرين. ليه بتصلي المسافرين؟ لأن بعد ما تخلص رفع بخور باكر الناس دي كلها لو ما فيش قداس هيطلعوا يروحوا أشغالهم، وزمان كانوا بيروحوا أشغالهم مسافات طويلة، كان ممكن يمشوا على رجليهم مسافات طويلة أو يستخدموا الدواب، يركبوا الدواب ويمشوا، يعني اماكن واحد عايش في قريه والشغل بتاعه مثلا في قريه جنبها او يعني في مركز قريب منها، فكان بيعتبر سفر، فبيمشوا وطبعا يعني معرضين لاخطار الطريق طول السكه وهم رايحين وجايين. فالكنيسه تصلي وشيت المسافرين من اجل الناس اللي بعد رفع بخور باكر هيطلعوا يسافروا يروحوا لاشغالهم، تصلي لهم يروحوا ويرجعوا سالمين لبيوتهم. اما لو كان يوم الحد فما فيش بقى حد هيروح الشغل، ده يوم الرب، فالكنيسة ما تصليش المسافرين، مفيش حد رايح شغل، وتصلي مكانها وشية القرابين. ليه؟ لأن هم كلهم جايين هيحضروا القداس، وجايين وجايين معاهم التقديمات بتاعتهم، جايين معاهم بقى الدقيق، وجايين معاهم الأباركة، وجايين من كل بقى التقديمات اللي مقدمينها للكنيسة. فالكنيسة تقوم تطلب عن محبتهم اللي قدموها للمسيح، اللي هي وشية القرابين، اللي هي العطايا اللي قدموها للكنيسة من أجل الخبز والخمر اللي هيتحطوا في القداس. فدي الأواشي اللي بتتقال في رفع بخور عشية ورفع بخور باكر. وبعد ما تنتهي الأواشي تبتدي دورة البخور الثانية، دورة البخور الأولى اللي كانت بعد صلاة الشكر جوه الهيكل بس. دورة البخور الثانية بعد كده دي اللي بتبقى جوه صحن الكنيسة، واتكلمنا عنها بالتفصيل وقلنا أبونا بيمشي فين، ممرات الكنيسة ازاي، بالترتيب زي الرسم اللي قدامنا.
وايه الجمل اللي بيقولها الكاهن وهو ماشي، وايه الجمل اللي بيقولها الشعب وهو كاهن بيعدي من جنبيه، وبيبخر فين وبيقول ايه وهو بيبخر. اتكلمنا عن طقس دورة البخور كلها بالكامل، وقلنا ان في وقت دورة البخور بيكون وقتها الشمامسة بره بيكونوا بيصلوا صلوات وزوكسولوجيات. يبقى واخدين بالكم الترتيب، وصلنا لغايه فين؟ أواشي، خلصنا الأواشي. بعد ما خلصنا الأواشي الكاهن بيلف دورة البخور في صحن الكنيسة، وفي الوقت ده بيكون الشمامسة بيقولوا الزوكسولوجيات. الزوكسولوجيات يعني بيسبقها مجموعة من الصلوات بتتقال قبل الزوكسولوجيات. فرفع بخور عشية يتقال أول ما نخلص أبونا الأواشي، نبتدي نقول إيه؟ تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم ونحن بغير خطية. وقلنا الحقيقة إن هو كلمة يحفظنا في هذا اليوم هو الدارج حاليا من نقول يحفظنا في هذه الليلة، لكن الحقيقة هو هي يحفظنا في هذا اليوم، لأن رفع بخور عشية الخاص بقداس تاني يوم، وبيعتبر إن اليوم الديني بدأ من صلاة رفع بخور عشية. فهذا اليوم اليوم الحاضر اللي جاي علينا يعني حاليا بيتقال هذه الليلة، لكن حتى لو بصينا في النص اللي قدامنا هتلاقيه مكتوب هذا اليوم مش في هذه الليلة. يتقال تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم، ودي في رفع بخور عشية. في رفع بخور باكر يتقال بدلها فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي. إنما بقية الصلوات اللي بعد دول واحدة في رفع بخور عشية وفي رفع بخور باكر، سواء إذا قلنا تفضل يا رب أو قلنا فلنسبح مع الملائكة، بعد كده يتقال التقديسات، ثلاث تقديسات: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي يولد من عذراء ارحمنا، وهكذا الثلاث تقديسات كلها. وبعد الثلاث تقديسات نقول أبانا الذي في السماوات. بعد ما نخلص أبانا الذي في السماوات، في قطعة للست العذراء بنقولها برضو دمج مع بقية الصلوات دي، اللي هي السلام ولك نسألك أيتها القديسة والد إله، عارفينها كلنا. دي بتتقال في رفع بخور عشية وفي رفع بخور باكر. وقلنا إن القطعة دي هي أساساً هي تعتبر هي في التاريخ الطقس كانت زوكسولوجية للعذراء. وحتى آخر جملتين منها هنلاقيهم دايماً، آخر جملتين من القطعة دي هما اللي بيتقالوا في كل زوكسولوجيات العذراء، سواء في عشية أو في باكر أو حتى في نص الليل، اللي هي السلام ولك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. الجملتين دول هم آخر جملتين في القطعة بتاعت السلام ولك نسألك، وهم نفس الجملتين دول اللي هنلاقيهم في اخر كل زوكسولوجيه للعذر. اي زوكسولوجيه للعذر هتلاقي دايما في اخرها الربعين دول. فدي الصلوات اللي بتسبق الزوكسولوجيات. وقلنا بعدها يبتدي الشمامسه او المرتلين. هو كلمه شمامسه المعني بيها الشعب، النقطه دي مهمه انا عايزين نبقى ناخد بالنا منها. كما بقول الشمامسه او المرتلين او خرس المرتلين المقصود بها الشعب، مش مقصود بها الشمامسه وحدهم ولا شماس يقول لوحده، الشعب كله يرتل في المردات دي. هو الحقيقه حتى في الخلاجيات مفيش حاجه اسمها يقول الشماس او يقول الشمامسه، يقول الشماس اللي هو الشماس اللي بيخدم جوه ينبه الشعب، انما بره يرد الشعب. فخرس المرتلين دول نيابه عن الشعب، يعني هم بيقودوا الشعب والشعب بيقول معاهم، لكن ما هماش بيقولوا حاجه تخصهم لوحدهم، هم كل المرادات اللي بره الهيكل تخص الشعب كله. فالزوكسولوجيات دي خاصه بكل الشعب. قلنا الزوكسولوجيات عندنا نوعين في الزوكسولوجيات في العشيه: زوكسولوجيات سنوي اللي هي بتتقال على مدار السنه، ودي الزوكسولوجيات للعذراء وللملائكه والسمائيين ويوحنا المعمدان والرسل والشهداء والقديسين بقى اللي هم يعني الرهبان والرهبات وبقيه القديسين والعلمانيين. الزوكسولوجيات الثانية زوكسولوجيات المناسبات اللي هي تخص المناسبات، تبتدي من أول عيد النيروز لأن ده هو بداية السنة القبطية، وتنتهي آخر مناسبة فيهم اللي هي يعني في الترتيب الطقسي اللي هو عيد العنصرة. بالنسبة للرسل أو العذراء يعني فدول ليهم الزوكسولوجيات بتاعتهم في الطقس السنوي هي ما بتتغيرش، فعشان كده يعتبر زوكسولوجيات المناسبات تبتدي من نوروز، بعد الصليب، كيهك، الميلاد، الختان، الغطاس، عرس قانا الجليل، بعد كده صوم نينوى، وبعد كده الصوم الكبير، حد وبعد كده عيد البشاره. طبعا لو جه قبل الفتره ما بين جمعه ختام الصوم وعيد القيامه بنعيد بعيد البشاره نقول الزوكسولوجيه بتاعته. لو جه من بعد الفتره اللي ما بعد ختام الصوم او ما بين ختام الصوم وبين عيد القيامه ما بيحتفلش بعيد البشاره.
لان كيس الطاقه مشغوله باسبوع الالام. فلو جه قبل الفتره دي بيتصلي عيد البشاره وليه الزوكسولوجيه بتاعته، بعد كده حد الشعنين وسبت الفرح وعيد القيامه وعيد الصعود وعيد دخول المسيح ارض مصر، وبعد كده عيد العنصر. دي الزوكسولوجيه في المناسبات اللي هي على مدار السنه. فدي الزوكسولوجيه اللي بتتقال بره في الوقت ده اثناء ما بيكون الكاهن بيلف دوره البخور في الكنيسه. وبعد ما بتنتهي الزوكسولوجيات بنقول مقدمه قانون الايمان ويليها قانون الايمان. وقفنا عند كده المره اللي فاتت. فده اللي خدناه في الحلقتين الاولى والثانيه، طقس رفع بخور عشيه وباكر، ومعاهم كمان طقس تسبيحه عشيه بما يسبقها من مزامير. هاني وقفنا ممكن أسأل سؤال قبل المحاضرة بتاعت الوعظ بتاعت النهاردة؟ اتفضلي يا طنط. بص يا حبيبي، أنت بتقول الترتيب بتاعت الصلوات من أول والأعياد المناسبات بتاعت من أول النيروز لغاية حلول روح القدس. طب عيد البشارة إزاي؟ ما هو أيوه هي ديت، مش عيد البشارة ده يعتبر ببشارة المسيح للسيدة العذراء، بشارة الملاك للسيدة العذراء؟ إزاي هيجي في الأسابيع بتاعت الصوم المقدس؟ حلو يا طه، سؤال جميل. عيد البشارة عيد ثابت معروف، يعني ليه توقيت ثابت في الكنيسة. إنما عيد القيامة بيتحسب في الكنيسة بحساب اسمه الحساب الأبوكتي. والحساب الأبوكتي حساب متغير، يعني مثلا عيد القيامة الكنيسة لما تيجي تحسبه بيتحسب إزاي؟ بيتحسب ليه ثلاث شروط. إن عيد القيامة لازم يجي بعد الاعتدال الربيعي، يعني لازم يجي بعد نهاية مارس، ما ينفعش يجي قبل نهاية مارس، لازم يكون حصل الاعتدال الربيعي. ده الشرط الأول. الشرط الثاني لازم يكون بعد استدارة القمر. استدارة القمر دي في الشهر العبري عند اليهود اللي هو يوم 14 من الشهر، زي عند الشهر الهجري عند اخواتنا المسلمين يعني. فيوم 14 من الشهر القمر بيكون بدر، فده دي بيسموها استدارة القمر. فلازم يجي بعد استدارة القمر. ليه استدارة القمر؟ لأن الشهر اللي بيجي بعد الاعتدال الربيعي هو شهر نيسان، ويوم 14 من شهر نيسان هو يوم صلب المسيح اللي هو كان عيد الفصح عند اليهود. فإحنا الفصح بتاعنا فصح جديد، إحنا ما نعيدش بفصح اليهود. فيبقى أول حد بعد فصح اليهود هو عيد القيامة. فدي الشروط اللي بتحسب بيها عيد القيامة: بعد الاعتدال الربيعي نمرة واحد، نمرة اتنين بعد استدارة القمر، نمرة ثلاثة بعد أول حد بعد استدارة القمر. فلما يتحسب الحساب الأبوكتي فتلاقي إن عيد القيامة بيكون متغير كل سنة، لأن عيد القيامة تاخدي بالك مش كل سنة بيجي في نفس الوقت. ففي وقت بيجي فيه عيد القيامة يبقى متأخر قوي. ليه بيحصل متأخر؟ إن الاعتدال الربيعي لما يجي الاعتدال الربيعي بيكون استدارة القمر عدت، فبيستنوا استدارة القمر اللي وراها. فلما تيجي استدارة القمر فتلاقي عيد القيامة ترحل، فتلاقي أحيانا عيد القيامة يجي في آخر إبريل أو ممكن 1 مايو، وأحيانا تيجي في أوائل إبريل، يعني على حسب استدارة القمر يعني بقالها قد إيه أو عدى عليها قد إيه. فمن هنا بيتحدد عيد القيامة. وعشان كده عيد البشارة بما إنه ثابت فعيد القيامة بيتحرك رايح ورا شوية أو قدام شوية. فممكن عيد البشارة بيجي في الفترة اللي ما بين فترة ما بين جمعة ختام الصوم وبين عيد القيامة. زي ما قلنا الكنيسة طبعا بيكون عندها أهمية كبيرة بأسبوع الآلام، فطبعا عيد البشارة لا يحتفل به لأن مش هينفع يتحط مكان أي يوم من أيام أسبوع الآلام، لأنه كلها بالترتيب الطقسي بتاعها. ده سبب إن عيد البشارة يعني بيجي في الفترة دي، لأن هو عيد ثابت ميعاده ثابت، ولكن عيد القيامة متغير. ده حساب الأبقتي. حسب الأبوكتي ده يعني كلمة أبوكت جاية من كلمة أبوكت. وأبوكت ده اللي هو الفرق ما بين دورة الشمس ودورة القمر. دورة القمر اللي بتحسب بيها عيد القيامة، ودورة الشمس اللي هي بتاعت السنة الشمسية. الفرق ما بينهم بيسموه أبوكت ما بين الدورتين. ومن هنا جه الحساب باسم الحساب الأبوكتي. يعني ده هو مش موضوعنا دلوقتي، بس يعني اللي عمل حساب الابوكتي اللي يعني اول من انشاه كان بابا ديمتريوس الكرام، البابا رقم 12 في بابوات الكرازم الرئيسيه. وده اللي بيتحسب زي ما قلنا بيه عيد القيامه، ويعني الكنيسه بتعمل بيه لحد يومنا الحالي. والميلاد برضه الميلاد مش خاضع للحساب الابوكتي.
عيد الميلاد احنا بنعيد يوم 29، الرسل قالوا لنا في يوم 29 من الشهر الرابع للسنة القبطية، الشهر الرابع اللي هو كيحك، توت بابا هاتور كيحك، فاحنا نعيد يوم 29 كيحك. انما حكاية اللخبطة احنا ليه يعني اللي هم خمسة الفرد وعشرين وسبعة دي ليها حاجة يعني، اسمحوا لي اخرج عن الموضوع اللي هلكم بسرعة، ان احنا بنعيد 29 كيحك، وزمان كان 29 كياه كان يوافق في التقويم الشمسي اللي هو القديم اليولياني، كان يوافق 25 ديسمبر. التقويم اليولياني اتقال نسبة ليوليوس قيصر، يوليوس قيصر حب يعمل تقويم فجاب عالم فلك قبطي، قبطي مصري يعمل له التقويم، فعمل له تقويم حسب دورة الشمس. إنما التقويم القبطي بيتبع مسار نجم معين غير الشمس، وده أدق تقويم في العالم كله حتى النهارده، مفيش تقويم أدق من التقويم القبطي، 365 يوم بالثانية. إنما التقويم الشمسي اليولياني الأولاني العالم القبطي لما عمله عمل له سنة، وبعدين فالسنة كان فيها القبطية بتاعتنا فيها 13 شهر، وشهر النسيء اللي هو 5 أيام كان بيتعطى عليه مرتب شهر كامل، فيوليوس قيصر قال له مش هدفع مرتب شهر كامل على 5 أيام، فوزعوا ال5 أيام على بقية شهور السنة. وجدير بالذكر ان التقويم الشمسي الاولاني اللي هو اليولياني كان بيبتدي بشهر مارس، واخر شهر في السنه كان هو شهر فبراير، عشان كده فبراير شهر صغير. ولما جه بعد يوليوس قيصر جه بعد منه اغسطس قيصر، فلقى ان شهر يوليو 31 يوم، زي ما قلنا هم وزعوا شهر النسيء الخمس ايام دول على شهور السنه، بقى شهر 30 وشهر 31، شهر 30 شهر 31. فيوليوس قيصر كان الشهر بتاعه 31، أغسطس قيصر الشهر بتاعه كان 30، فطبعا ده يعني ادى شعور للإمبراطور أغسطس يعني حتة طريفة شوية إن هو أقل من يوليوس قيصر، فطلب إن يتضاف يوم لشهر أغسطس، 31 أغسطس ودول الشهرين الوحيدين اللي ورا بعد 31، يعني 31 كل شهور شهر أو شهر لا، ما عدا الشهرين دول هم الوحيدين اللي ورا بعد 31 بسبب إن أغسطس قيصر طلب إنه يكون الشهر ده 31. طبعا ده كان بيتاخد من الشهر الاخير اللي هو فبراير، عشان كده بقى شهر فبراير هو الشهر الصغير اللي 28 يوم. التقويم اليولياني ده هو ما كانش دقيق، هم كانوا فاكرين ان 365 يوم، انما في عهد البابا غريغوريوس ده كان بطرك للروم في روما، بطرك روما يعني في القرن ال 15، هو كان عالم فلك اكتشف إن التقويم اليولياني ده تقويم مش مظبوط، هما كانوا فاكرين 365 يوم، طلع 365 يوم وربع و11 دقيقة. فلما اكتشف كده الربع يوم ده عبر القرون اللي فاتت دي كلها عمل ما يقرب تقريبا 11 يوم متهيألي ولا كده. فصلح التقويم وعمل التقويم بقى سموه باسمه، بقى اسمه التقويم الغريغوري. فعشان كده في تقويمين، السنة الشمسية في نوعين من التقويم، التقويم اليولياني والتقويم الغريغوري، الغريغوري اللي هو الحالي اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي اللي هو بعد التعديل ده. فال 11 يوم دول لما اتضافوا على السنة بتاعت التقويم اليولياني ما بقاش 29 كيحك يوافق 25 ديسمبر زي زمان، بقى يوافق 7 يناير، لأن اتضافوا ال 11 يوم دول الفرق. إنما الكنيسة القبطية بتعيد زي ما استلمنا من التقليد الرسولي إن احنا في ال 29 من الشهر الرابع، زي ما يوافق بقى في السنة بقى الشمسية، إذا كانت يولياني ولا غريغوري مالناش دعوة، احنا بنعيد 29 كياه، وهيجي عليه يوم من الأيام يعني الربع يوم ده مع الوقت طويل هيتضاف هيبقى 29 كياه، هيوافق 8 يناير بعد كده، ويفضل ثابت 8 يناير اللي برضه يعني لعشرات السنين قدام. فدي حتة اختلاف عيد الميلاد وعيد القيامة، بس يعني رديت على السؤال، بس آسف إن أنا خرجت بره الموضوع يعني. Thank you, thank you so much حبيبي, thank you. العفو، متأسف يا جماعة إن خرجت بره الموضوع. وأنا بعتذر. نرجع تاني لرفع بخور عشية وباكر، بعد ما يخلص قانون الإيمان تبتدي الكنيسة تصلي تلبد إفنوتيا نينان. تلاقي أبونا الشماسي يجيب له الصليب وعليه 3 شمعات، ويقف الكاهن ويروح رافع الصليب لفوق ويبتدي يقول افنوت ينانين اللي هي اللهم ارحمنا اللي بتتقال في العشيه كلكم عارفينها. دي طلبه توسليه، طلبه توسليه لاستمطار مراحم الله. فكل كتب الطقس القديمه بدون استثناء، يعني كل اللي كتب لما تيجي نرجع للناس القدام اللي كتبوا في القرن ال 13 و15 يقول لك يقف الكاهن على باب الهيكل رافعا الصليب ويصلي بدموع وابتهال عنه وعن جميع الشعب. شوف الحته دي
يصلي بدموع وابتهال عنه وعن جميع الشعب، ويبتدي يقول الطلبة دي بيسموها الطلبة التوسلية ذو العشرة التوسلات، يسموها كده ذو العشرة التوسلات. ليه؟ لأن الطلبة لما نيجي نبص في الكلام بتاعها هنلاقي التوسلات اللي في الطلبة دول 10 توسلات مكتوبين قدامنا: اللهم ارحمنا، قرر لنا رحمة، ترأف علينا واسمعنا وباركنا واحفظنا وأعنا وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. مفيش أجمل من كده لما الكنيسة تقف تقدم توبة للمسيح، مفيش أجمل من كده. يعني لو جينا بصينا في الكلام بتاع التلبة دي يشمل كل شيء. يعني لو واحد عايز يقف يقدم توبة للمسيح ويقول له يا رب أنا رجعت لك وطالب رحمتك، هيطلب يقول إيه أكتر من المكتوب قدامه ده؟ هيقول إيه أكتر من 10 طلبات الموجودين قدامه دول؟ أحد آباء الرهبان الأديورة المعاصرين اللي عايشين بينا بيقول يعني لو إحنا وقفنا قدام المسيح وصرخنا وقلنا الطلبة دي قدام ربنا كده، الكاهن يقولها عن الشعب. يعني أنتوا عارفين الكاهن، دور الكاهن عكس دور النبي. النبي ياخد الرسالة من ربنا وينقلها للشعب. فنلاقي مثلا نبوة أشعياء، الكلام اللي استلمه أشعياء مثلا من ربنا بالوحي الإلهي ينقله للشعب. إنما دور الكاهن العكس، الكاهن يقف يحط الشعب كله وراه ويقف بالنيابة عنهم يصلي للمسيح، فياخد ينقل توبة الشعب وتوبة نفسه وينقلها للمسيح. وعشان كده تلاقي الكاهن بيلبس طيلسانة في الهيكل، مع إن الكنيسة تقول إن الست تغطي راسها والراجل ما يغطيش راسه. فالكنيسه تقول ان الكاهن لما بيغطي راسه لانه بيجمع في شخصه كل الشعب الرجاله والستات، فيغطي راسه وقف قدام ربنا. انما في اجزاء لازم الكاهن فيها يكشف راسه وليها معاني قلناها قبل كده يعني. فهنا في الحته دي اللهم ارحمنا، لما يقف الكاهن يصلي ويطلب عن نفسه وعن الشعب كله بكل التذلل والتوسلات والدموع دي وهو رفع الصليب، فيقول كده حتى الأب الراهب ده كان قال يعني لما نقول حتى كيري ليسون باللحن الشجي بتاعها ده، ربنا يعني مش هيسمع؟ ربنا مش هيترأف على شعبه؟ ده يعني مش ممكن ربنا يسمع الدموع دي ويشوف التوسلات دي ولا يترأف على شعبه؟ يعني بدر لذهني دلوقتي حالا وأنا بكلمكم يعني القصة القديمة بتاعت اللي موجودة في تاريخ الكنيسة في عهد البابا باسيليوس، الراجل اللي كان بيحب واحدة وعايز يتجوزها ومش قادر يتجوزها، وراح يتعاقد مع الشيطان، راح لواحد بتاع سحر وقال له يعني أبيع نفسي للشيطان بس يجوزني البنت دي. والشيطان في الآخر يعني عرف يستملها إن هي في الآخر ترضى بالشاب ده واتجوزته. وبعد كده لاحظت إن الشاب مش قادر يصلي ولا قادر يرشم صليب، ويعني فطبعا لما تيجي تصلي تلاقيه مش قادر يقف يصلي معاها ولا يقدر يقول أبانا الذي. وبعدين قالت له طب هو في إيه؟ هو في ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ فقال لها ان انا عملت عهد مع الشيطان وما اقدرش اعمل كده. فلما خدته وراحت بيه الكنيسه وقفوا كلهم، وقفوا برضو نفس الطلبه دي، قعد الكاهن يصلي نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا، وابتدى الشعب يقول كيريا ليسون اللي بتتقال بعد طلبه اللهم ارحمنا دي. وبطلب الرحمه دي الشيطان اتهز، والعقد اللي ما بينه وبين الشيطان انتهى، ونزلت الورقه من قبل الكنيسه ووقعت في الارض، وعرفوا ان اتحل من العهد اللي خده على نفسه والبيع اللي باع نفسه للشيطان. فالكنيسه هنا تقدم توبه للمسيح في طلبه افنوتيا نينان، وهي تقف تقول الطلبه دي المكونه زي ما قلنا من 10 طلبات، وهي بتقولها كاهن تي رفع الصليب لفوق. طب رفع الصليب ليه؟ عايزين الكنيسه توضح لنا حاجه حلوه جدا، ان احنا الكاهن ورفع الصليب لفوق بيشير لرفع السيد المسيح على الصليب. السيد المسيح اترفع على الصليب، ومن خلال ذبيحة المسيح على الصليب وجبت الرحمة على كل البشرية. يعني احنا يا رب لما بنطلب منك ان احنا ترحمنا ايه؟ بحق دمك اللي كان على الصليب ده. بنقول لك يعني من خلال دمك ومن خلال ذبيحتك اللي على الصليب اغفر لنا خطايانا، لان قبل ذبيحة الصليب ما كانش فيه غفران خطايا. قبل ذبيحة الصليب كان فيه حكم واقع على البشرية، بيقول له ايه؟ ربنا بيقول لادم موتا تموت، موتا تموت. طب ايه اللي شال الموت ده وجاب الرحمه على البشر؟ موت المسيح على الصليب. فيجي الكاهن لما يروح رافع الصليب لفوق يقول اللهم ارحمنا، يعني يقول لكده لكل الشعب خدوا بالكم الرحمه دي اللي حجلنا بدم المسيح بالفداء اللي نلناه من المسيح على الصليب. عشان كده تلاقي الكاهن رفع الصليب لفوق
ويقول اللهم ارحمنا، كرر لنا رحمة وترأف علينا، ويكمل العشر توسلات دي كلها. نفتكر في الحتة دي لحن فايقة في إنف اللي بيتقال في الجمعة العظيمة، اللي بيقول هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا. الذبيحة اللي اتحطت على الصليب دي كانت ليه؟ عن خلاص جنسنا. يعني إيه خلاص؟ يعني نجاة من الموت، يعني مفيش موت، يعني الرحمة استوجبت على البشر، خلاص بقى في رحمة، ما عادش في موت. فعشان كده الكاهن لما يقف يطلب، يطلب من ربنا ويطلب عنه وعن كل الشعب الرحمة. شوف التوبة اللي الكنيسة بتقدمها بقى في رفع الكرة العشية، شوف التوبة، رفع الكرة العشية، رفع الكرة العشية طقس خشوعي، الكنيسة كلها بتقف خاشعة جدا، تشكر ربنا وتقدم طلبات وتقعد تطلب من ربنا في الأواشي، تطلب بقى عن حياتنا الروحية وعن اللي ماتوا وعن المرضى وعن العينين، وفي بعد كده في نهاية العشية تطلب عن الحياة المادية كمان، وتحطنا في شركة مع السمائيين من خلال الأربع الناقوس والزوكسولوجيات، وتيجي هنا تحطنا في التوبة. التوبة إن الشعب كله يقدم توبة. عشان ليه بقى؟ لأن إحنا بعد كده هنتقدم وهنحضر القداس وهنتقدم للأسرار. فالكنيسة تيجي في رفع البخور تقدم توبة عميقة وتطلب الرحمة من ربنا، تطلب الرحمة من ربنا. فده أجمل وقت ممكن نقدم فيه توبة، في وقت العشية لو إحنا حاضرين القداس، أو لو وقت رفع بخور باكر نقدم توبة في الوقت ده قبل ما نحضر القداس عن أي خطية، حتى لو إحنا كنا لسه معترفين، لكن في خطايا وسهوات وزلات بتنجم مننا كلنا إحنا مش حاسين، نقدم توبة عليها ونطلب من ربنا الرحمة في الوقت ده. وكان زمان في تاريخ الطقس كان يقول أبونا جزء سري، الجزء ده الطلبة اللي هي موجودة في القداس الغريغوري. شوفوا بقى في الحتة دي بقى إيه الطلبة اللي إحنا كلنا عارفينها: شفاء للمرضى، راحة للمعوزين، إطلاقا للذين في السبي، قبولا للأيتام، مساعدة للأرامل، المتضايقين أكفهم بالخيرات، الساقطين أكنهم، القيام ثبتهم، الراقدين اذكرهم، والمعترفين اقبل اليك اعترفهم، الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك، مؤمنوك احصهم مع شهدائك، الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك، ونحن ايضا مدعوين بنعمتك الى خدمتك، ونحن غير مستحقين اقبلنا اليك. ايه كل ده اللي ابونا عمال يطلبه؟ ده طلب يعني ما سابش حد من الشعب، ولا ما سابش حد يعني عنده مشكله، الا ما ربنا الكاهن وقف طلب من المسيح عشانه. ده كان طلب سري بيقولها الكاهن بعد فنوت ينينان في الوقت اللي بيقول فيه الشعب كيري ليسون. الشعب بقى كان بيقول ايه؟ يقول كيري ليسون، كتب الطقس يقول اللي يقولوا اتنين بالكبير واحده بالصغير. تعرفين اللحن الكبير، الكبير اللي احنا اللي الشمس بيسموه اللحن الفريحي. امين كي، اللحن الفريحي الكبير ده. فيتقال اتنين بالكبير واحده بالصغير. في كتب الطقس بيقولوا يعني انت عارفين الطقس مر بتطور، في مراحل تطور كتير على مدى القرون. فكان قديما يعني كان يقولوا منهم يعني اثنين او ثلاثة بالكبير، وكانوا يكملوا 26 واحدة باللحن الصغير، وفي نهاية العشية يكملوا الباقيين بحيث يكملوا كلهم ب 41 كرياليسو. فيعني حتى الكرياليسو اللي كانت تتقال في طقس الكنيسة مرتبطة بذبيحة المسيح. انت عارفين ال 41 كرياليسون دول مرتبطين ب 39 جلدة وإكليل الشوك والحربة. فدلوقتي في العهد اللي في الوقت الحالي بيتقال الثلاثة كرياليسون دول باللحن بتاعهم. والجدير بالذكر إن كرياليسون باللحن الجميل بتاعها دي هي نفسها اللي بتتقال في الجمعة العظيمة في الساعة ال 12 وإحنا ماشيين وشايلين الصليب وأيقونة الصلبوت، ونرتل نفس كرياليسون بنفس اللحن. أكد نفس المعنى إن الرحمة اللي بنطلبها من ربنا وقبلها بنطلبها في المطانيات استوجبت على بني البشر من خلال ذبيحة الصليب. وتلاقي الكاهن يطلب سرا في الوقت اللي بتقال كرياليسون كل الطلبة اللي انتوا شايفينها دي من القداس الغريغوري. الحتة دي تفكرني الحقيقة يعني زي واحد قالوا له تعالى احنا خدنا لك ميعاد النهاردة من رئيس الجمهورية عشان الموضوع بتاعك. معقول هقابل رئيس الجمهوريه عشان الموضوع بتاعي؟ ايوه اه خدنا ميعاد، وده احنا تمام يعني انت ما انتش عارف الميعاد ده كان بصعوبه ازاي عشان تقف قدامه. حضر بقى هتقولي بقى الموضوع بتاعك. قال لهم حاضر. واول ما وقف قدام رئيس الجمهوريه ده جابش بقى الموضوع بتاعه، ده جاب كل المواضيع اللي في الدنيا، كل المشاكل اللي بيعاني منها. قال لك ما هي فرصه بقى، ما انا واقف قدام الرئيس بقى اقول كل حاجه قدام الرئيس بقى
بالمره، طالما هيحل لي مشكلتي دي ما انا اقول له كل المشاكل اللي عندي حلها. فالحته دي تفكرني كده، الكاهن واقف قدام المسيح، قدام ملك الملوك ورب الارباب، فطلب منه الرحمه في الطلبه التوصيليه اللي فيها 10 طلبات للرحمه دي، وبعد كده سرا يقوم طالب بقى عن كل حاجه للشعب. ما هو واقف قدام الملك، فرصه بقى، واقف قدام ملك يطلب كل حاجه، يقول له شفاء للمرضى وراحه للمعوزين واطلاقا للذين في السبي وقبول للايتام والارامل والمتضايقين والراقدين والمعترفين كله. فالكاهن بقى فرصه، واقف قدام الملك يطلب من اجل الجميع. شوفوا الجمال، واحنا واقفين قدام ربنا احيانا الناس وهي واقفه في رفع بكره عشيه يمكن تدي له مرتبه اقل من القداس، تشعر ان هو يعني ايه، هي احنا جايين نحضر رفع صلوات، لكن انت واقف قدام المسيح شخصيا، قدام المسيح شخصيا في حضره الملك، في حضره الملك. ونشوف لما بنطلب الرحمه ازاي بيكون بتذلل. فنيجي عند الحته دي، خدوا بالكم الشعب كله لازم يكون عينه مرفوعه بالتوبه لربنا. كتب الطقس تقول يطلب الكاهن بدموع وابتهال. طب الكاهن بيطلب عن مين؟ عن نفسه وعن الشعب. يبقى كل الشعب وهو واقف، هو كمان حتى لو ما كانش في دموع في العين يبقى في دموع في القلب، التوبه بتتقدم للمسيح في الوقت ده. بعد ما نقول كيري ليسون 3 مرات وتنتهي الطلبه الجميله دي بلحنها الحلو، وكيري ليسون اللحن المفرح الجميل اللي بيدينا فرح التوبه، ان التوبه برضو فيها فرح، ان احنا لينا رجاء في المسيح انه يغفر لنا خطايانا. فحتى لما بتتقال باللحن المعزي المفرح ده يبقى عندنا رجاء، واحنا بنقول لربنا ان احنا بنقول لك يا رب ارحم، ان احنا واثقين يا ربي في ان رحمتك هتتم، لانك انت يا رب اله حنون هتتحنن على بني البشر وتغفر لنا خطايانا. بعدها الكنيسه رايحه بينا بقى على جزء مهم كبير جدا جدا في رفع بكرة عشية. رايحه بينا على فين؟ على الانجيل. الإنجيل يعني كلمة الله، كلمة الله يعني المسيح. يعني إحنا رايحين للإنجيل، رايحين نقف بقى هنتقابل مع المسيح، مع كلمة الله. فالكنيسة قبل ما تطرح علينا الإنجيل، إنجاز التعبير يعني تقول لنا في instructions، في تعليمات. لو أنتوا عايزين تسمعوا الإنجيل وتتقابلوا مع المسيح، في تعليمات لازم تكونوا واخدين بالكم منها قبل ما تسمعوا الإنجيل. التعليمات دي، التعليمات دي في أشية الإنجيل. الصلاة اللي قبل الإنجيل الكنيسة تحطها لنا عشان تفهمنا الإنجيل اللي جاي لنا ده هنعمل معاه إيه. هي على رأي جدودنا وأبهاتنا بيقول لك الواد بيسمع الكلمة من الودن دي وطلعها من الودن التانية. يعني دخلت من الودن دي وطلعت من الودن التانية؟ يعني ما عدتش على القلب ولا على الفكر، دخلت من الودن دي وطلعت من الودن التانية. فالكنيسة تيجي في أشياء الإنجيل تقول لك أوعى، الكلمة اللي هتخش تخش من هنا الودن دي وتطلع من الودن التانية. أمال إيه أنتوا عايز مننا إيه الكنيسة؟ عايزة مننا إيه؟ فتبتدي في أشية الإنجيل تقول لك خد بالك على اللي أنا هقوله لك عشان لما الإنجيل يتقرأ تبقى واخد بالك. فهنا هنقرأ أشية الإنجيل. جدير بالذكر إن الكنيسة القبطية فيها أشيتين إنجيل، لازم المعلومة دي ما تكونش كل الناس عارفينها. في أشيتين للإنجيل، واحدة فيهم هي الدارجة وهي اللي كلنا بنسمعها وعارفينها، والتانية ما عادتش مستخدمة، كانت مستخدمة قديما ويعني في كل القرون اللي فاتت ولكنها حديثا لم تعد مستخدمه. لكن اقول لكم ان هي موجوده حتى في الكابتك ريدر، بس هتلاقوها مقفوله كده، انتوا لو تدوسوا على الصليب اللي جنبها تفتح وتقروها. انا هنا حاطط لكم الاثنين، أشية الانجيل المعروفه وأشية الانجيل الثانيه، عشان الاثنين بيكملوا المعنى. أشية الانجيل المعروفه دي كانت بتطلى في كنائس القاهره وهي الدارجه لغايه النهارده، وأشية الانجيل الثانيه كانت بتطلى في كنائس الاسكندريه والنهارده ما بقتش يعني منتشره قوي، بقت تتقال اللي هي بتاع كنائس القاهره في كل بقى القطر المصري كله. بتقول ايه أشية الانجيل اللي كلنا عارفينها؟ ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي قال لتلاميذ القديسين المكرمين ورسل الاطهار قائلا ان انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا، اما انتم فطوبى لاعينكم لانها تبصر ولأذنكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات القديسين. في الحتة دي الشماسي راح يقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس، والشعب يرد عليه يا رب ارحم. يرجع كاهن يكمل تاني، أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فركضوا نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلصنا كلنا ورجاءنا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا. ويكمل حتة تانية سرا، وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس
المحي مساوي لك الآن وكل أوان الأبد أمين. الجزء ده بيقول أبونا سرا، والجزء ده اللي دايما لما تلاقي فيه يقول لك ونرسل لك إلى فوق المجد والإكرام، في كتب الطقس يسموها الزقصة. الزقصة جاية من يعني الزقصاص، يعني اللي هي المجد. فالزقصة اللي هي التمجيد لربنا يعني، ويقال يعني إن هو كانت تتقال سرا لمهابة اسم ربنا يعني. فالحتة دي أبونا بيكملها بس تلاقيه بيقولها سرا. فدي أوشية الإنجيل اللي إحنا كلنا بنسمعها كل يوم في القداس، وتلاقي كلكم حافظينها وعارفينها. أوشية الإنجيل الثانية اللي هي مش مسموعة قوي يعني، بتقول أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا، الذي أرسل تلاميذ القديسين المكرمين ورسل الأطهار في العالم كله ليكرزوا بإنجيل ملكوتك ويعلموا كل الأمم معرفتك الحقيقية، نسألك يا سيدنا افتح أذان قلوبنا لسماع أناجيلك المقدسة. هنا بيقول الشماس برضو صلوا من أجل الإنجيل المقدس، والشعب يرد يا رب ارحم. بعد كده الكاهن يكمل وافتح حواس نفوسنا ولنستحق أن نكون ليس فقط سامعين بل عاملين أيضا بأوامرك المقدسة كما صارت الله أبيك الصالح. هنا أوشية الإنجيل اتحطت قدامنا زي ما شفنا بالنصين، النص اللي هو المنتشر اللي بنقوله والنص التاني اللي هو مش منتشر قوي. الاثنين بيتكلموا عن شوية تعليمات لازم ناخد بالنا منها قبل ما الإنجيل يتقرأ علينا. إيه التعليمات دي؟ أول حاجة فيهم سماع الوصية بفهم. وشيء الإنجيل تنبه علينا تقول لنا خدوا بالكم الإنجيل هيتقرأ دلوقتي، لازم تسمع وصية الإنجيل بفهم، ما تسمعهاش كده كر، ولا أبونا بيقول الإنجيل بلحن حلو، ولا الشماس مثلا بينغم نغمات جميلة فيه. لا، مش ده الهدف، مش ده المطلوب من الإنجيل. أنت هتركز في كل كلمة بتتقال، مش هتركز بقى لحن الإنجيل حلو ولا لحن وحش، اتقال بسرعة ولا اتقال بالراحة. لا، احنا هنركز في الكلام ونفهم الوصية. فنلاقي في أوشية الإنجيل الأولى تقول إيه؟ أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. وأوشية الإنجيل الثانية تقول نسألك يا سيدنا افتح أذان قلوبنا لسماع أناجيلك المقدسة وافتح حواس نفوسنا. فالاثنين أوشيتين الإنجيل سواء دي أو دي، الاثنين في كلامهم بيتكلموا عن لازم إن احنا نسمع الوصية بفهم. طوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. في العهد القديم ربنا قال على الشعب إيه؟ قال هذا الشعب يعبدني بشفتيه، يعني عمال يقول كلامه ومش فاهم منه حاجة، مفيش قلب في الوصية في الصلاة. وقال كمان إيه؟ لهم أذان ولا يسمعون ولهم أعين ولا يبصرون. ليه؟ الوصية عندهم يعني يسمعوها لكن مش بفهم، ولما يجي يرددوها يقول لك هذا الشعب يعبدني بشفتيه فقط، بيقول كلام لكن مش حاسس بالمعنى، مش متأثر بيه، مش فاهم الوصية. وفي أوشية الإنجيل يقول إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا وأنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. هل معنى كده الأنبياء دول يعني ما اللي اشتهوا دول يعني كانوا مثلا وحشين خدوس اللي احنا خدناه؟ لا طبعا، هم بعين النبوة كانوا شايفين اللي هيحصل قدام، نبوتهم خلتهم يشوفوا، لكن اشتهوا أن يروها بالعيان. إنما إحنا في منتهى السهولة بنرى كل شيء ده بالعيان عالجاهز بسهولة. أفتكر زمان كان أستاذ سمير فخري وقعد معانا، كان زمان قال لنا وهو كان يعني بيجينا درس في سفر الخروج، وكان بيتكلم معانا في سفر الخروج عن خروف الفصح، الإصحاح اللي هو خروج 11، شروط خروف الفصح، ويعني الشروط اللي ربنا ادها لموسى النبي وقال له ان تاكلونه، يقول ان هو يكون ذكرا وحليا وبلا عيب وعظما منه لا تكسروا ولا تبقوا منه شيئا للصباح، الشروط اللي ربنا حطها في خروف الفصح. موسى بعين النبوه كان شايف وفاهم، لكن الناس اللي بتتمم الفصح دول هم بيقالوا ان هو ربنا قال لنا نعمل كده فنعمل كده وناكل الفصح فالملاك يعدي ما يموتناش. لكن احنا في العهد الجديد كان قال لنا استاذ سمير، قال لنا اللي اشتهوا في العهد القديم ان هم يفهموه يشوفوه كانوا في الظل بيعملوه في الظل، انما احنا بنعمله في النور. النهارده احنا عارفين ان الخروف ذكر عشان ده هو المسيح، حوليا يعني اللي هو صغير في السن ان هو المسيح، وبلا عيب ان هو المسيح بلا عيب، وعظما منه لا تكسروا، المسيح ما كسرتش منه ولا عظمه على الصليب بالرغم المسامير والحرب اللي دخلت في جسمه، لكن ما فيش عظم اتكسر.
ويقول لا تبكوا منه شيئا للصباح، المسيح ما قعدش على الصليب للصباح، لانه لو كان قعد للصباح وفضل موجود كانت هتيجي طيور السماء تنهش في اللحم زي كل اللي كانوا بيتحطوا على الصليب، وكان ساعتها اللي بيحصل ايه؟ ان بيتبقى اشلاء منهم وكانت بتقع في الارض، تلاقي دراع يقع ورجل تقع وكده، ما كانش هتتحقق النبوات. فاحنا في العهد الجديد في النور بقينا شايفين اللي الانبياء كانوا بيتكلموا عنه بروح النبوه، شايفينه وفاهمينه. عشان كده المسيح يقول لنا اما انتم فطوبى لعينكم لانها تبصر والاذانكم لانها تسمع. انتوا شايفين وفاهمين اللي كانوا الانبياء بيتكلموا عنه بالنبوات في العهد القديم، كان الشعب مش فاهم، انما انتوا شايفين وفاهمين وخايس خالص. اي واحد صغير النهارده لو راح للعهد القديم قعد يقول لهم بقى يشرح لهم خروف الفصح، هيقفوا كلهم مش مصدقين اللي بيسمعوهم. ليه؟ لان اما انتم فطوبى لعينكم لانها تبصر ولاذانكم لا تسمع. في وشيك الانجيل الثاني يقول نسالك يا سيدنا افتح اذان قلوبنا لسماع نجيلك المقدسه وافتح حواس نفوسنا. ما هو القلب ليه عينين وليه ايه ودان. فهو في وشيك الانجيل نقول له يا رب افتح العينين والودان بتوع القلب دول وبتوع الحواس بتوع النفوس. لما تاخدوا بالكم في اسبوع الالام مقدمه وختام العظه اللي بتتقال، لما نقول مثلا عظه لابينا القديس الانبا شنود رئيس المتوحدين، في نهايه العظه تلاقي الختام بتاعه الايه؟ فلنختم موعظه ابينا القديس الانبا شنود رئيس المتوحدين الذي انار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الاب والابن والروح القدس. اذن القلب ليه عينين وليه ودان، ليه عينين وليه ودان، ونطلب من ربنا ان يخلي العين والودن بتاعه القلب دي تنفتح، فالكلمه تخش من الودن الفيزيكال بتاعتنا دي، تخش زي السهم ترشق في القلب، يقوم القلب يحس بالكلمه، يحس بالكلمه يقول ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ يبتدي ايه؟ الكلمه بقت بفهم، يبتدي يفكر في الوصيه، ويبتدي يلهج، يلهج يعني يكتر، اللي هو يلهج الوصيه اللي هو بيسموه الهزيز، يعني انه يرجع يعيد في الوصيه تانية ويقراها تاني ويفكر فيها تالت ويفكر فيها رابع، فبقت الوصيه بتتسمع بفهم، مش مجرد كلمه عابره عدت ومشي. ولما تتسمع بفهم نبتدي نبص ان احنا بقى نمره اتنين، نعمل بالوصيه، نعمل بالوصيه، ما تبقاش الوصيه مجرد كلمه بنسمعها ولكن بالعمل. فيقول ايه بقى؟ فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه بطلبات قديسيك. دي اوشيه الانجيل الاولى. اوشيه الانجيل الثاني يقول ولنستحق ان نكون ليس فقط سامعين بل عاملين ايضا باوامرك المقدسه كما سرت الله ابيك الصالح. يبقى اذا اوشيه الانجيل بتاكد علينا على نقطتين مهمين جدا، ان احنا نسمع الوصيه اللي جايه علينا في الانجيل بفهم، ونمره اتنين ان احنا نعمل بالوصيه. نعمل بالوصيه ازاي؟ ناخد مثال مثلا على كده. المسيح لما قابل الشاب الغني قال له ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ قال له اذهب وبيع كل ما لك واعطيه للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى فاتبعني. فالمسيح قال له التعليمات، لو عايز تاخد كلمه الله، كلمه الله هو المسيح، عايز تيجي تتبعني اعمل كده، بيع كل ما لك ودي للفقراء يكون لك كنز في السماء وتعالى فاتبعني. الشاب بيقول لك ايه حصل؟ مضى حزينا لانه كان ذو اموال كثيره، كان عنده اموال كثيره فمضى حزينا. فالشاب كده لما قعد افكر فيها الحقيقه لا ندين هذا الشاب، يعني لما قعد افكر المسيح قال له بيع كل اموالك ودي للفقراء يكون لك كنز في السماء. الاموال بتاعته دي حاجه فيزيكال هو شايفها بعينه، وكل الاملاك بتاعته حاجه فيزيكال هيبيعها ويديها للفقراء ويكون لك كنز في السماء. الكنز اللي في السماء ده ايه؟ حاجه هو ما يعرفهاش ما شافهاش، وتعالى اتبعني. هو حس ان ماضي للمجهول، انما لما تتفتح عيون القلب من جوه ويشوف السماء ويعرف السماء يبيع ساعتها. شوفوا الشاب ده مضى حزينا، انما في شاب تاني سمع نفس الوصيه، دخل الكنيسه وسمع نفس الوصيه، ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبيع كل ما لك فيكون لك كنز في السماء وتعالى فاتبعني. ده كان عين القلب بتاعته مفتوحه، كان بيعمل بالوصيه، كان سامع الوصيه بفهم، طلع من الكنيسه باع كل املاكه ووزعها على الفقراء وتابع المسيح. وفي الاخر الشاب التاني ده بقى مين؟ ابو رهبان العالم كله، الانبا انطونيوس. شوفوا الوصيه سمعها الشاب الغني مضى حزينا، الانبا انطونيوس سمعها بفهم وتفهم في امر الوصيه وعمل بيها، فالوصيه غيرت حياته بالكامل، طلع مجرد شاب من الكنيسه وصار اب لابو رهبان العالم كله. عشان كده الكنيسه تحط لنا وشيه الانجيل
وإشادة الإنجيل لما نسمعها نقعد نركز في الكلام، لأن هي بتأكد علينا وبتهيئنا. بعد ما نسمع إشادة الإنجيل مهيئين بقى متجهزين، زي ما واحد كده يقعد يسخن واحد يسخن واحد. خد بالك على اللي أنت هتسمعه، اللي اسمعه ركز فيه قوي دلوقتي، ده مهم جدا، ده مهم جدا. فتلاقي الناس كلها واقفة مستعدية إنها تسمع الإنجيل، أشيط الإنجيل هيئتنا لأن إحنا نسمع الإنجيل. آخر حاجة في أشيط الإنجيل سياق النص. سياق النص لما نلاقي الأشيط الإنجيل الأولانية لآية نقول إيه؟ فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسيك، ده الجزء الأولاني منها. وبعد كده الشماسي يقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس، والشعب يقول يا رب ارحم. نلاقي الجزء الثاني من أشيط الإنجيل خرج عن السياق، ما بقاش بيتكلم عن ان احنا نسمع ونعمل بالانجيل، دخل في حاجه تانية يقول اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا، الذين سبقوا فركضوا نيحهم والمرضى اشفيهم، لانك انت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجائنا كلنا وشفائنا كلنا وكيماتنا كلنا. ابتدى يطلب بقى عن ايه؟ عن المرضى وعن الراقدين وعن التعبانين واللي طلبوا من احنا نطلبهم، نطلب من اجلهم. وشيت الإنجيل الثانية فضلت محافظة على نفس السياق، بعد ما اتقال صلوا من أجل الإنجيل المقدس والشعب قال يا رب ارحم، كمل الكاهن يقول وافتح حواس نفوسنا ولنستحق أن نكون ليس فقط سامعين بل عاملين أيضا بأوامرك المقدسة كما سرت الله أبيك الصالح. فأشيت الإنجيل الثانية حافظت على نفس السياق إن هو برضو السمع والعمل بالكلمة. وشيت الإنجيل الأولانية جت بعد ما رد الشماس، دخلت في ان هي بتطلب، كان يطلب من اجل المرضى والراقدين واللي طلبوا مننا ان احنا نذكرهم في الكنيسه. ربما ده يكون يرجع للحته اللي كلمتكم فيها، ان في رفع بخور عشيه وباكر كان في تعليم الكنيسه بتديه للشعب من خلال فصول من العهد القديم وفصل الانجيل من العهد الجديد. في كتاب التقليد الرسولي في حاجه انا يعني طلعت لكم النصين دول، يقول ايه؟ وعندما يجتمع الكل فليعلموا الذين في الكنيسه، وهكذا بعد ان يصلوا فليمضوا كل واحد الى العمل المعين له. يعلموا في الكنيسه. في حته ثانيه يقول ايه؟ فلا يتاخر واحد منكم عن المضي الى الكنيسه، الموضع الذي فيه التعليم، فليسرع كل واحد في الذهاب الى الكنيسه، الموضع الذي يفيض فيه الروح. فاذا الناس دي كلها رايحه الكنيسه تتعلم. هتاخد فصول من العهد الجديد والعهد القديم وهتتعلم. وبيقول لك محدش يتاخر، محدش ما يروحش الكنيسه، النصوص اللي في الكتب الاولى، وكان دي حتى كانت في قوانين الكنيسه الاولى، لازم يروحوا ويتعلموا من الكنيسه. واللي مش هيروح احنا قلنا مين؟ العيان. فربما يكون الكاهن في أشيط الانجيل بعد ما قال كده تذكر ان في ناس مش جايه الكنيسه تتعلم لاجل ان هم مرضى، فابتدى يطلب من اجلهم اذكر الرب الذين اوصونا ان احنا نطلب من اجلهم ان هم بقى العيانين في البيت وراقدين اللي مش قادرين يعني خلاص يعني ركضوا في الكنيسه تطلب من اجلهم. فيمكن ده السبب اللي خلى أشيط الانجيل الاولى خرجت عن السياق بتاعها في الجزء الاخير، تطلب من اجل اللي هم المرضى والتعبانين واللي ليهم ظروف مش هيجوا يتعلموا من الكنيسه. بعد كده الكنيسه هيئتنا تمام، يبتدي الانجيل يتقرا. الانجيل عندنا بيتقرا في رفع كور عشيه وفي رفع كور باكر. ويمكن احنا الكنيسه القبطيه وكنيسه السوريان الانطاكيين يمكن كنيستين دول بس اللي فيهم فصلين من الانجيل بيتقروا في اليوم في باكر في الصبح وبالليل، بقيه الكنائس تاني اغلبها بتقرا باكر بس او بيسموها في الخدمه الصباحيه بس يعني. بعد ما قشيه الانجيل بتخلص الشماس بيقف عند المنجليه ويبتدي يطرح المزمور. ما تلاقوا شماس يطلع يقول مزمور باللحن، يقولوا مثلا سواء قبطي او انجليزي او عربي يقولوا بلحن كده يعني خاص كده غير المزمور اللي بيتقرا مع الانجيل. يبقى هو نفس المزمور بس يتقال باللحن. في الوقت ده يكون الكاهن واقف قرب المنجليه زي ما انتم بتبقوا شايفين وماسك الشوريه وبيبخر بيدي البخور للانجيل، فاثناء ما يكون الشماس بيقرا مزمور اللي هو اللي قبل الانجيل. والكاهن يقول في الوقت ده اسجدوا لانجيل ربنا يسوع المسيح، ويقول بعدها بصلوات المرتل داوود النبي يا رب انعم لنا بمغفره خطايانا. وبعد ما المزمور ينتهي، الحته دي حلوه عشان تبقوا فاهمينها يعني ايه اللي بيحصل. يعني كان في التاريخ القديم الشماس اللي بيقرا المزمور هو نفسه الشماس اللي هيلف الدوره اللي جوه الهيكل مع الكاهن، فكان بعد ما يقرا المزمور ياخد القطمارس نفسه في ايده ويخش الهيكل، وابونا راح طالع الهيكل وياخد ايد بخور ويحطها في الشوريه، والشماس يمشي وشه لابونا وماشي بظهره، والكاهن ماشي بيبخر للانجيل وشماس ماشي في ظهره ويلفوا دوره
حوالين الانجيل لغايه ما يوصل الشماس على باب الهيكل ويروح قايل ايه استاسيتين. خدتوا بالكم ازاي؟ كان بياخد الكاتمارس نفسه ويخش بيه بعد ما يقرا المزمور وبعد كده يلف مع الكاهن، وده السبب اللي كان بيخلي الكاهن يبقى واقف بيدي البخور الانجيل ومستني الشماس لما يخلص المزمور عشان يلفوا الدوره دي حوالين الهيكل جوه. حاليا دلوقتي ما عادش الشماس بياخد الكتمارس ويلف بيه الدوره دي مع الكاهن جوه الكنيسه. جابت حاجه اسمها البشاره اللي هو الانجيل كله كامل وبيتحط في علبه فضه بيسموها البشاره، ودي تلاقي حتى ممكن شماس بيكون يقرا مزمور بره وشماس غيره هو اللي ماسك البشاره جوه بيلف بعد كده مع ابونا يقول استاسيتي. فالبشاره دي اللي هي موجوده حاليا اللي بيشيلها الشماس بايده وبيلف بيها مع الكاهن هي نفسها الكتمارس اللي كان بيقراه الشماس يقرا من المزمور ويخش يلف بيه مع الكاهن. الكاهن بيدي البخور للانجيل، وفي الوقت ده وهو بيلف في دوره البخور جوه الهيكل بيقول التسبيحه بتاع سمعان الشيخ. الان يا سيد اطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي اعتده قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم ومجدا لشعب اسرائيل. فهي الكنيسه عايزه تبين لنا هي ايه في الحته دي؟ ان الخلاص اللي انتظره سمعان اتحقق ايه؟ في المسيح اللي شاله على ايده. ونفس الحكايه الكاهن بيقول نفس الجمله وهو بيحمل على ايده البشاره بياخدها من الشماس، والبشاره دي اللي هي الايه؟ اللي هي كلمه الله اللي هو المسيح نفسه. فبيشيله ويقول نفس الكلام ويقول ان الخلاص ده جالنا من المسيح اللي هو كلمة الله، وهل إنجيل في إيدينا دلوقتي؟ فالخلاص من كلمة الإنجيل اللي احنا ناخدها، كلمة الإنجيل دي هي اللي هتخلصنا كلنا. في الوقت ده وهو بيلف الدورة دي كان زمان في حاجة اسمها المزمور الطواف. كلمة الطواف دي تلاقي الشمامسة لسه عارفينها لكن مش درجة على ودان الشعب. الطواف دي جاية من كلمة إن الشماس وكان بيطوفوا حوالين المسبح جوه في الهيكل، فأثناء الوقت ده بيكون في مزمور ثابت غير مزمور القداس مش تابع لقراءات اليوم خالص. مزمور ثابت بيتقال في عشية وواحد تاني ثابت في باكر يتقال ليه جمل ثابتة. كان في صلاة عشية يتقال يا رب إليك صرخت فاستمع لي لتستقيم صلاتك البخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك. ده اسمه المزمور الطواف، وكان كل طقس للكنيسة ليه مزمور طواف، والطوافات دي موجودة دلوقتي موجودة حتى في كتاب الأقصى الموديل القديم موجودة في آخر كتاب ورق لك المزامير الطواف. يمكن المزمور الطواف الوحيد اللي بدت في الباقي ويعني قريب من ما سمعنا وكلنا عارفينه مزمور الطواف الخاص بحضور الأب البطريرك أو الأساقفة اللي هو فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على على منابر الشيوخ. ده مزمور بس مزمور ثابت يتقال في وقت حضور الآباء. كذلك كان وقت لف الدورة دي جوه كان فيه مزمور ثابت غير مزمور القداس يتقال في الوقت ده. انما حاليا في الوقت الحالي حل مكانه يعني اندثر المزمور الطواف ما بقاش يتقال واتقال مكانه مرد المزمور. في الايام السنه بيتقال قللوا يا باللحن اللي احنا عارفينه لا اللي مزمور اللي هو المرد السنوي. في ايام المناسبات بيتقال مرد المزمور الخاص بالمناسبات. في الوقت ده بيطلع الـ 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 الكاهن في اثناء قرايه الانجيل. لو كاهن رئيس الكهنه بيقرا الانجيل ده ليها طقس تاني بيقرا من على باب الهيكل، والشماس بياخد الكتمارس. يمكن شفت الطقس ده في كنيسه عندنا ياخد الكتمارس ويروح يشيله بايده ويقف قدام الاسقف اللي هيقرا او رئيس الكهنه، ورئيس الكهنه كان يقلع العمه من راسه بيقرا مكشوف الراس ويقرا الانجيل وهنقول ليه دلوقتي. او لو كان يعني كاهن يعني يقرا الانجيل التاني بيدي البخور للإنجيل، أو شماس بيقرأ الإنجيل نلاقي الكاهن بيدي البخور للإنجيل. ويدي البخور ليه؟ البابا أثناسيوس كان ليه قوانين اسمها قوانين البابا أثناسيوس. بتقول إيه بقى في القانون ده؟ يقول إيه؟ وكل بخور ترفعونه في الموضع المقدس في باكر وعشية ولا سيما في الصعيدة التي هي قبل الإنجيل، فليأخذ رئيس الشمامسة مضمرة بيده وليملأها جمرا ويقف قدام المسبح أمام الإنجيل ويرفعون له فيها البخور ويصعده حتى يقرأ الإنجيل، ثم يمشي بالمغمرة قدام الإنجيل إلى داخل الموضع المقدس. بعد كده يقول بقى ليس لأن الرب محتاج إلى بخور بل ليتذكر الإنسان البخور الذي للدهور النورانية حيث ليست هناك رائحة كريهة قدام الرب إله الأحياء بل التسبحة هناك. بيقول إن الكاهن يقدم البخور
زمان كان رئيس الشمس هو اللي بيتحط، زمان كان رئيس الشمس مسموح له يبخر، عشان كده حتى يمكن تشوفوا في الصور القديمه اللي ستيفانوس في ايده الشوريه فيها بخور طالع منها. فدلوقتي الكاهن هو اللي بيبخر، فكان يقدم البخور للانجيل، والبخور ده بنقدمه للانجيل ليه؟ بيقول للبابا اثناسيوس ان البخور ده مش لان ربنا محتاج البخور ان احنا نرفع له بخور، ولكن البخور ده اشاره، البخور الذي للظهور النورانيه. لما نشوف ال 24 قسيسا يقول لك في ايديهم مجامر وفيها بخور، التي هي صلوات القديسين، موجوده كده في سفر الرؤيا، التي هي صلوات القديسين. ويجي هنا بقى يقول لك ايه؟ البخور ده الذي هو للظهور النورانيه، الحياه في السماء، حيث ليست هناك رائحه كريهه، فيش ريحه كريهه، فيش ريحه خطيه قدام الرب، بل التسبحه هناك اللي هي صلوات القديسين. فالبخور ده يشير لصلوات القديسين والتسبحه السمائيه اللي بتقدم قدام الانجيل. حاجه قبل اخيره، اداب سماع الانجيل المقدس. شماس يقول كفوا بمخافه امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. مهم جدا لما نسمع الانجيل في الكنيسه، طبعا لو حد قاعد لازم يقوم يقف في الوقت ده، ولو حد داخل الكنيسه يعني جاي مثلا في رفع بخور باكر او في عشيه وفتح باب الكنيسه وهو داخل وسمع كفوا بمخافه، او حتى لو دخل لقى الانجيل بيتقرا، يروح داخل من باب الكنيسه ويقف مكانه، يتسمر في الحته اللي هو واقف فيها. كلنا بنعمل كده، نخش نروح واقفين جنب باب الكنيسه بعد ما دخلنا، نفضل واقفين ونسمع الانجيل، وبعد ما الانجيل بيخلص نسمعه كويس نبتدي نكمل مشي ونروح نسجد قدام الهيكل. لو رئيس الكهنه بيقراه، يقراه زي ما قلنا وراسه مكشوفه، ده رمز الايه؟ لل 24 قسيس اللي كانوا قدام العرش ورفعوا ايه؟ الاكاليم لعراسهم وطرحوها امام الجالس على العرش. وهو كلمه الانجيل دي لما بتتقرا علامه لحضور ربنا ذاته في وسطنا، لان الكلمه صار جسدا، الكلمه ده بقى هو المسيح، فكلمه الانجيل هي المسيح نفسه. فلما يجي ابونا او الاسقف يجي يقرا، يروح شايل ايه؟ رئيس الكهنة يجي يقرا اللي هو الاسقف، يقرا على عمه ويبقى قاعد بس بالقلصو على راسه ويقرا الانجيل وهو مكشوف الراس، علامه لحضور ربنا ذاته قدامنا، وزي ال 24 قسيس لما طرح اكاليلهم امام العرش. بعد ما الانجيل يبقى يتقرا بيفضل مفتوح، واللي قرا الانجيل يبوس الانجيل. وكان زمان كان الابوزياكون ياخد الانجيل ويمرره على كل الحاضرين في الكنيسه واحد واحد، وكل واحد يبوس الانجيل، وده كان طقس متبع. ما بقى دلوقتي الطقس ده يعني باقي لغايه النهارده في الاديره بس، لكن دلوقتي بقى صعب جدا ان الشماس ينزل يعدي على الشعب واحد واحد، لان الشعب بقى كبير جدا والاعداد ضخمه، فمن الصعب ان يعدي لهم واحد واحد وكلهم يبوسوا الانجيل. انما في الاديره الطقس ده موجود لغايه النهارده، انا شفته كتير. يعني بعد ما الانجيل يتقرا تلاقي الكاهن اللي ماسك البشاره في ايده يعدوا عليه كل رهبان واحد واحد، يبوس البشاره ويرجع يقف مكانه تاني. وحتى في الكنائس برضو بقى موجود الطقس ده، عدت على مستوى الشمامسة، لما أبونا حتى في الآخر خالص يقول التحليل في نهاية العشية بيكون مع الصليب والبشارة وبيعض الشمامسة يبوس البشارة، هو برضو بيقبلوا الإنجيل اللي طار. آخر حاجة في طقس رفع كورة عشية وباكر الأواشي، أنا آسف إن اتأخرت، الأواشي دي هي أوشية السلامة، بتصلي فيها الكنيسة عن سلامة الكنيسة. والأوشية الثانية اسمها أوشية الآباء، هم خمس أواشي على فكرة عددهم خمسة. الأولى السلامة، بنصلي من أجل سلامة الكنيسة، والثانية الآباء، بنصلي فيها عن البابا البطريرك والأساقفة، دي أوشية الآباء. الأوشية الثالثة اسمها أوشية الموضع اللي هي خلاص المسكن، تلاقي الشماس حتى ما يرد صلى من أجل هذه خلاص راحت من ذهني، الكور والأقاليم والجزائر والأديرة، سلام خلاص هذا الموضع المقدس والكور والاقاليم والجزائر والاديره، كل المواضع اللي يبقى فيها المسيحيين نصلي من اجلها الموضع خلاص المسكن. فكل المساكن اللي فيها الاديره والجزائر والمدن والكرة، الشماس يطلب ايه من اجلها؟ الكاهن طبعا بيطلب ويرد الشماس عليه، دي اسمها اوشيه الموضع. بعد كده الاوشيه الرابعه، اوشيه اللي هي الاواشي الموسميه، اسمها اوشيه المياه والزروع والاثمار، بتتقسم بحسب تقسيم السنه القبطيه، ولكن ما بتتقسمش الاربع فصول اللي هم خاصين بالمناخ اللي هو الجو، لكن الاربع بتتقسم لاربع لثلاث فصول الخاصه بمياه نهر النيل والزروع والاسمار والامطار بتاعت السنه. فمن 12 بقونه اللي هو 19 يوليو لغايه 9 بابه اللي هو 19 اكتوبر، ده الفصل بتاع فيضان النيل، فالكنيسه تصلي من اجل صعود مياه الانهار، ومده الفصل ده 4 شهور و3 ايام. الفصل الثاني
يبتدي من 10 بابا اللي هو 20 اكتوبر لغايه 10 طوبة اللي هو 18 يناير، فصل زراعه الارض، فالكنيسه بتصلي من اجل الزروع ونباتات الحقل ان هي اللي ايه لكي تنمو يعني وتكبر. مده الفصل ده 3 شهور ويوم واحد، عشان لما تاخدوا بالكم في القداس تلاقي ابونا مره يقول يعني يطلب من اجل صعود مياه الانهار، ومره تانية يصلي من اجل الزروع والعشب. ليه بيغير؟ احنا عارفين تغيير ليه. الفصل الثالث يبتدي من 11 طوبة اللي هو 19 يناير ولغاية 11 باقون اللي هو 18 يونيو، اللي هو الفصل الخاص بأهوية السماء وثمرات الأرض ونضج الكروم. فالكنيسة بتصلي من أجل أهوية السماء، الأمطار يعني إنها تنزل على الأرض، وإن الزرع اللي يا رب اللي طبع وكبر ده خليه يكمل لغاية الآخر ويطلع الثمر ويكمل للآخر. فدي الأشياء دي الأواشي الموسمية دي خاصة بمياه النيل ومياه النيل ومياه الأنهار وبنمو الزرع والايه واثمار الزرع. فالكنيسه بتصلي من حتى من اجل الحياه الماديه، من اجل الميه والاكل والشرب بتاعنا من اجلهم. اخر حاجه بتنتهي الاواشي الموسميه دي كلها، الثلاث اواشي اللي هم سواء اذا كانت صعود مياه الانهار او الزروع والعشب، او لو كانت مياه الانهار اهوات السماء، فتنتهي في الاخر الكاهن يقول اصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليرفع حرثها ولتكسر أثمرها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك. ويأكد بقى بعد الفقراء من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل بتترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. خدوا بالكم إن الطلبة دي مهمة جدا، لان الثلاث اواشي دي لو ربنا ما باركش فيهم تحصل مجاعات على الارض ولو في اكل ولا شرب. فيقول له اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي الحته الجميله بقى في الاخر، لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. لو ربنا انت اديتنا الكفاف في كل شيء في كل الحاجات دي في كل حين يعني في كل وقت نزداد في كل عمل صالح. شوف قالنا حجة بقى، انت اديتنا كل حاجة، فنبتدي نفكر في أعمال الصالحات وأعمال إيه؟ أعمال الخير وأعمال إيه اللي تخص حياتنا الروحية. وأخيرا بعد ما الكنيسة بتصلي الثلاث أواشي دي، تصلي أشياء الاجتماعات من أجل اجتماعات الكنيسة، وبعد ما تصلي أشياء الاجتماعات تختم بالصلاة الربية، وبعد الصلاة الربانية الشماس يقول إحنا رؤوسكم أمام الرب، والشعب يجاوب ويقول له أمامك يا رب. فالشماس يقول انصتوا بخوف الله، وزي ما انتم شايفين في الصورة كله هنا بيحني راسه. خدوا بالكم في الحته دي في فرق ما بين السجود وما بين انحناء الراس. انحناء الراس الشماس هنا يقول احنا رؤوسكم للرب، ما بيقولش اسجدوا، فبنبقى واقفين ومواطين راسنا. وابونا في الوقت ده يقول تحليلين بيبقى وشه للشرق للابن بيقولهم سرا، وبعد كده وشه للغرب يعني يبص ناحيه الشعب، ويقول التحليل الثالث يقول السلام لجميعكم، والشعب يرد اريني باسي، وبعدين الشعب يرد كتب من ماتي سو، وبعدين يبتدي يقول التحليل الثالث للاب، يبتدي يصلي التحليل ده بيطلب من ربنا ان يديه الحل لكل الشعب. فاحنا واقفين مواطيين زي الولد اللي مواطي كده راسه قدام ابوه كده وبياخد الحل من ابوه، يعني ابوه بيقول له ايه انا هديك الحل بكذا وكذا، الكاهن بياخد الحل من المسيح ودي لينا، فاحنا واقفين بناخد حل مواطي راسنا قدام ربنا. وبينتهي بعد كده بعد التحليل الثالث يبتدي الشعب يقول قانون ختام الصلوات اللي هو أمين الليل ويزك سبتين. وبكده بيكون طقس رفع بخور عشية ورفع بخور باكر وتسبيحة العشية، الطقس ده كله بالكامل بيكون بنعمة ربنا انتهى. بنعمة المسيح ربنا دينا نعمة، والمرة الجاية نبتدي في طقس جديد ناخد بركته. معلش أنا عارف إن أنا يعني كربست جامد خالص في الآخر، لأن كان هي دي الحلقة الأخيرة كنا عايزين نخلص الجزء الأخير فيها. فتعيشوا لكل مرة، والمرة الجاية إن ربنا يدينا نعمة وناخد طقس جديد. كل سنة وحضراتكم بخير، وكل مرة حضراتكم بخير. تعيش يا هاني، كنيستنا